نحن نؤمن كمسلمين أن الإسلام جاء لجميع البشر، فإذا الحضارة الإسلامية هنا حضارة عالمية، ممكن أن تكون هي الحضارة الوحيدة للعالم. الجواب، أنا أقرأ نص الترجمة للجواب حتى لا يكون تصرف من عندي بالموضوع، الموضوع حساس إلى حد كبير. الجواب من الرئيس لمراسل نيوزويك يقول: صحيح أن المواجهة مع الشيوعية لم تعد قائمة، سقط الاتحاد السوفيتي وانتهت الشيوعية، إلا أن ثمة مواجهة أخرى يمكن أن تحل محلها بين العالم الغربي والعالم الإسلامي، ويبقي هذا الحلف، يبقي هذه المنظمة، لأن مهمة هذه المنظمة انتهت من جانب لكن بدأت من جانب آخر، إذن لابد أن تبقى هذه المنظمة لتدخل عالم الصراع بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية. أيضا طبعا بعض الصحفيين يصير لبق، أو أنتم يسموه خبيث، يصير لبق، ينتزع من الجواب سؤال حتى يحرج الآخر، أو يصل عن طريق السؤال إلى هدف ويهدف إليه. مراسل نيوزويك طرح على ديميليكس هذا الرئيس: كيف يمكن تجنب تلك المواجهة المحتملة؟ يلا مواجهة تحدث، أنت تقدر أن هناك مواجهة ستحدث بين العالم الغربي والعالم الإسلامي، كيف يمكن للعالم الغربي أن يتخلص أو يتجنب هذه المواجهة؟ يعني لا يقع في خطر هذه المواجهة، هذا مضمون السؤال. الجواب أيضا أقرأ نص الترجمة، يقول: ينبغي أن تحل أوروبا مشاكلها ليصبح النموذج الغربي أكثر جاذبية وقبولا من جانب الآخرين في مختلف أنحاء العالم. الخطوة الأولى أن تحل المشكلات الموجودة في أوروبا وتترك المشكلات الموجودة عند المسلمين. طبيعة الحال إذا أردنا أن نقارن بين مجتمع ليس فيه مشاكل ومجتمع فيه مشاكل، هنفضل المجتمع الذي ليس فيه مشاكل. يعني أيضا كان ذكي الرئيس في طرح الحل. ثم يقول: وإذا فشلنا في تعميم ذلك النموذج الغربي فإن العالم سيصبح مكانا في منتهى الخطورة. يقول: إذا لم نستطع أن تحل أوروبا مشكلاتها فتقدم النموذج الغربي الأمثل، أو أنه استطاعت أوروبا أن تحل مشكلاتها واستطاعت أن تقدم النموذج الغربي الأمثل، ولكن بقيت الحضارة الإسلامية على صمودها وتحديها، ليس هناك إلا الحرب، الحرب للقضاء على الحضارة الإسلامية. إذن هذا رؤية أو رأي يعطيه مفكر من المفكرين السياسيين في هذا المجال، يدعو إلى يعني آخر الدواء كما نقول، الكي هو آخر علاج عنده أن تقوم الحرب العالمية للقضاء على الحضارة الإسلامية. ننتقل إلى رأي آخر من آراء المفكرين الغربيين. إذن هذا الرجل اللي هو رئيس وزراء حلف الناتو من دعاة الحضارة الواحدة،
من دعاة النظام الواحد. رأي آخر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق نيكسون، عنده كتاب ترجمت عنوان الكتاب الفرصة السانحة، ترجم للغة العربية وطبع في مصر، نشر عن طريق دار الهلال وترجم إلى مختلف اللغات هذا الكتاب، لأنه يعتبر وثيقة سياسية مهمة، وكتب حوله شيء كثير هذا، وأوجد هزة في الفكر السياسي العالمي، إنه كان يبدو أن الرجل مزاجه في حدة، وكان عنيف في طروحاته للحلول وللمقترحات. يقول هو لأجل أن ينهض العالم الإسلامي، طبعاً ويؤمن بأن العالم الإسلامي عالم متخلف، وهذا رأي الغربيين عموماً. كيف ينهض العالم الإسلامي؟ يقول أمامه ثلاثة خيارات، خياران ليس في صالح الغربيين، وخيار واحد في صالح الغربيين. يضع عناوين لهذه الخيارات، أنا أذكر العناوين وأحاول أن أوضح. الخيار الأول خيار الرجعية، عبر عنه. ماذا يعني بالرجعية؟ يقول أن يرجع المسلمون إلى الدعوات القومية، العرب يدعون مثلا القومية العربية، الفرس يدعون القومية الآرية، وهكذا. القوميات من خلال الدراسات التي أجريت على واقع الدعوات القومية التي كانت قبل فترات قصيرة، كانت دائما تصاب بنوع من التعصب والتشنج، وتعتمد الجانب العاطفي، الانتماء. نحن عرب لابد أن ننتمي إلى العرب، سواء كان العرب في القمة أو لم يكونوا في القمة. الشاعر العربي ذاك يقول: وما أنا إلا من غزية إن غوت، غويت وإن ترشد غزية أرشدي. هذا هو وياها بخيرها وشرها، تصير في غواية وضلال، هو في غواية وضلال. هذا عاطفة، هذا ليس عقلانية وإنما عاطفة. طبعا هذا هو ليس في صالح الغربيين أن يكون الشرقيون دعاة قوميات، وكذلك في نفس الوقت هو ليس في صالح الشرقيين. الخيار الثاني ما تسمعونه الآن، ملأ الإذاعات والصحف، حتى أصبح ممجوج من كثر ما يقال، خيار الأصولية الإسلامية، أصولية وفروعية. الأصولية الإسلامية شو معنى الأصولية؟ أصولية يعني يرجع إلى الأصل، كل واحد يرجع إلى الأصل. إنسان إجا من القرد يرجع إلى القرد إن شاء الله، هذه الأصولية عجيبة. هم الغربيين مع الأسف يعني ما يفهمون أن الإسلام كدين فيه نظام عام للحياة ويبقى إلى يوم القيامة، هذا ما يدركون. قد يقرؤون هذا لكن ما يدركوا هذا مع الأسف. فإحنا إذا دعونا إلى الإسلام وأردنا أن نطبق الإسلام في مجتمعاتنا وفي دولنا، رجعنا إلى الأصل، رجعنا إلى عصر النبي محمد صلى الله عليه وآله. أن ترجع 1500 سنة هذا منتهى الرجعية، منتهى التخلف. المفروض أن تتقدم، أنت تغير وتبدل وتطور، لا أن ترجع إلى عهد بداوة وتأخذ النظام الذي كان في عهد البداوة. هذا معنى أصولية أدوية يعرفون.
هو ماذا يفهم من الأصولية أو الدعوة إلى الإسلام الآن الذي عبر عنها بالأصولية؟ يقول لو تركنا المسلمين يأخذوا بأصوليتهم النتيجة ستكون الشريعة الإسلامية هي النظام العالمي الوحيد، وتصبح الحضارة الإسلامية هي سيدة العالم، تسييد الحضارة الإسلامية أيضا. إذن هذا ليس في صالح الغربيين. الخيار الثاني وهو أن نترك المسلمين يطبقون الشريعة في مجتمعاتهم ودولهم ليس في صالح الغربيين، لأن هذا يعني سيادة الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية. هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث ما هو؟ يعطي فد عنوان معسول براق لماع حد لأجل التأثير، خيار التقدم. هناك نموذج أمثل للحياة الفضلى. أين يتمثل هذا النموذج الأمثل في رأي الرئيس نيكسون؟ في تركيا. تركيا بلاد إسلامية كانت، وحكمها كان حكم إسلامي أيام العثمانيين. جاء أتاتورك وألغى الحكم الإسلامي وحولها إلى علمانية. طبعا الشعب التركي شعب مسلم لا يزال، لكن الحكومة التركية حكومة علمانية وهذا شيء واضح. يتصور نيكسون أن تركيا وصلت إلى أوج التقدم لما رفضت الإسلام وأخذت بالعلمانية، وصلت إلى أوج التقدم، فيجيبها يقدمها لنا كنموذج حتى نشوف إحنا كيف أن الحضارة الغربية رفعت من مستوى تركيا. نترك حضارتنا الإسلامية ونأخذ بالحضارة الغربية ونكون كتركيا، يعني نشيل الكشكول ونستجدي كما تستجدي تركيا الآن. هذا النتيجة. لكن هو في رأيه أنه تركيا الآن إذا قارناها ببلداننا الإسلامية الأخرى هي متقدمة ونحن متخلفون. ثم يشير إلى شيء، يقول مع تقديم هذا النموذج الأمثل الذي تتمثل فيه الحياة الفاضلة وهو مجتمع تركيا، مع هذا المسلمون باقون على صمودهم يتحدون الحضارة الغربية، لا يريدون إلا الإسلام. إذا كان هكذا ما هو الموقف؟ ينتهي إلى نفس الموقف الذي انتهى إليه ديليكس. يقول الموقف هو الصراع وتصفية الحضارة الإسلامية، معنى أنه أيضا يؤمن بالحضارة الواحدة لكن الحضارة الغربية، بالنظام الواحد لكن النظام العلماني الذي لا يؤمن بالدين كنظام. رأي آخر أيضاً في موضوع طرح في الآراء، هناك مجلة اسمها الشؤون الدولية أو شؤون دولية تصدرها جامعة كمبرج. جامعة كمبرج إحدى الجامعات العريقة في العالم وتوجد في بريطانيا، ودائماً هم عادة مجلات الأكاديمية الموجودة عندهم يكون فيها دراسات وملفات خاصة نسميه إحنا عدد خاص، هنا هم يسموه ملف، يعني عدد من مجلة من أوله إلى آخره يكرس لموضوع واحد ويكتب فيه كتاب مختلفون. هذه المجلة صدرت عدد خاص أو ملف خاص في الإسلام والمسيحية والماركسية، أبحاث كتبت عن الإسلام وعن المسيحية وعن الماركسية.
طبعا هم عندما يكتبون لا يكتبون أشياء نظرية لا تمت إلى الواقع. إحنا هنا مولعين بأن نكتب بأشياء نظرية لا تمت إلى الواقع بشيء. يجي يضيع له يمكن 6 شهور يبحث، والله أولاد آدم الزوجة أخواته، ولا الله خلق لهم زوجات، خلق لهم ولا زوجات. تصرف لك أنت 6 شهور من عمرك في شيء لا ينتفع منه بالمرة. وهكذا تروح يبحث في موضوعات بعيدة عن واقع الحياة، لا ينتفع، لا هو ينتفع منها ولا الناس الآخرون ينتفع. هم ليس هكذا. عندما يدرس الإسلام يدرس الإسلام وعلاقة الإسلام بالواقع، عندما يدرس المسيحية يدرس المسيحية وعلاقة المسيحية بذلك الواقع، يبحث في الماركسية وعلاقة الماركسية بذلك الواقع. النتيجة في هذا الملف عند دراسة هذه العقائد الثلاث، الإسلام والمسيحية والماركسية، النتيجة التي انتهت إليها الأبحاث والدراسات للإسلام وارتباطه بالواقع، للإسلام كحضارة ترتبط بواقع الناس، انتهوا إلى أن الإسلام لا يزال يحمل عنصر التحدي. كيف فهموا هذا؟ أوضح بشكل مختصر جدا. هناك نظرية في علم الاجتماع تقول أن المجتمعات الصناعية، ونعني بالمجتمعات الصناعية المجتمعات التي توجد فيها صناعات ثقيلة مثل صناعة السيارات، صناعة البواخر، صناعة الطائرات، هذه نسميها مجتمعات صناعية. علم الاجتماع يقول أن أي مجتمع من المجتمعات إذا يتحول إلى مجتمع صناعي لا يؤمن بالدين، ينهي الدين. كيف؟ هم طبعا يذكرون أمثلة. في رئيس أندونيسيا السابق سوهارتو، هذا سوكارنو اللي قبله، كان عنده ميول ماركسية اشتراكية. هذا يقول أنه طبعا أندونيسيا بلاد إسلامية، والآن هي تعتبر اقتصاديا من أهم المجتمعات ومن أهم البلدان العالم. هذا يقول أنه نحن إذا استطعنا أن نحول أندونيسيا إلى أندونيسيا بلاد زراعي، إذا استطعنا أن نحول أندونيسيا زراعتها تعتمد على الآلات الحديثة، يعني في السقي لا ننتظر المطر، نروح نصلي صلاة الاستسقاء حتى يجي المطر، لا ما في صلاة الاستسقاء، عندنا مضخة مكنة نشغلها وتسحب الماء وتسقي. يقول إذا استطعنا هذا استطعنا أن ننتزع الإيمان بوجود الله من نفوس المسلمين. كيف؟ هو يصور هكذا طبعا والواقع ليس هكذا. يقول هؤلاء المسلمون آمنوا، طبعا يقصد الفلاحين والمزارعين، آمنوا بالله لأنه رزقهم كان يتوقف على المطر، والمطر يجي يسقي هذه الأرض تنبت الزرع ويعيش هذا الإنسان. من يبعث المطر كان هذا الفلاح أو المزارع يؤمن بأن الذي يبعث المطر قوة غيبية وهي الله تعالى. ونحن إذا جئنا بهذه المكائن، هذه المضخات، ووزعناها، هذا بعد جيل، إذا انتهى جيل الكبار السن الشيبة، الجيل الجديد ما في مطر حتى يعطي العقيدة بالله، ما في إلا مضخة وسيلة إنتاج. هذه وسيلة من الذي صنعها؟ صنعها الإنسان، خلاص. هكذا علماء الاجتماع كانوا يؤمنون أنه إذا تحولت المجتمعات إلى مجتمعات صناعية واستطعنا أن نوزع وسائل الإنتاج الضخمة في العالم نقضي على العقيدة الإلهية.
نقضي على الدين. لكن من خلال هذه الدراسات التي أجريت في هذه المجلة وأمثالها، ومن خلال متابعتهم وسائل الإنتاج عندما تأتي إلينا، نحن هنا مثلا في بلاد المسلمين جاءتنا هذه المضخات، مضخات الري الضخمة، وجاءتنا الطائرات والسيارات وإلى آخره. احنا لا زال مسلمين، ما غيرت من أي شيء هذه أبدا، حتى مع التحلية الموجودة اللي في الجبال وفي الخبر احنا نصلي صلاة الاستسقاء لأنه إيماننا بالله موجود، ما غيرت التحلية الضخمة من أي شيء. فانتهوا إلى أن النظرية التي وضعت وسياسيا بنوا مستقبلهم عليها أنه سيقضى على الحضارة الإسلامية بعد انتشار وسائل الإنتاج الضخمة، هذه النظرية انهارت نتيجة صمود الحضارة الإسلامية وتحديها للحضارة الغربية، يعني العلمانية لم تستطع أن تهزم الإسلام، بل بالعكس الإسلام بدأ يخترق الحضارة العلمانية هناك ويحاول أن يهزم هذه الحضارة. هذا موقف الغربيين، يعني يؤمنون بأن الحضارة التي يجب أن تسود العالم هي الحضارة الغربية، وينبغي أن يقضى على كل الحضارات الموجودة في العالم، يعني السبيل واحدة لازم تكون. هنشوف موقف الإسلام، وأنا هستعرض بإيجاز أنه موضوع طويل جدا. الإسلام باختصار يؤمن بتعدد الحضارات، لكن لا يؤمن بتعدد النظم، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. النظام واحد، النظام الذي يسود العالم يجب أن يكون هو الإسلام. في ظل الإسلام ممكن أن تعيش الحضارات الأخرى بالشكل الذي لا تصطدم مع النظام الإسلامي. المسيحيون بإمكانهم أن يمارسوا طقوسهم الدينية التي لا تصطدم مع النظام الإسلامي، وكذلك الآخرون إلا الوثنية طبعا، غير هذه مرفوضة من أساسها. كيف يؤمن بتعدد الحضارات الإسلام؟ شوف القرآن يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. اختلاف اللغات، اللغات من الحضارة. الإسلام لم يفرض لغة واحدة على العالم، إنما ترك. الباكستانيين مسلمين يتكلمون أردو، إيران مسلمين يتكلمون فارسية، الهند عندهم ما شاء الله مئات اللغات يتكلمون بها، مسلمين هناك عدد كبير في الهند ليسوا بقليلين، وهكذا المسلمين في إفريقيا يتكلمون بلغاتهم الأخرى. فإذا الجانب الحضاري الذي لا يمس النظام يسمح به الإسلام، يؤمن بالتعدد في هذا الجانب. ويبدو طبعا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى عالم بهذا الشيء، أن هذا من طبيعة الإنسان. ولذا الدعاة لها لغة إسبرنتو هذه المعروفة فشلت، دعوات ضخمة ضخمة ضخمة، وأصبح الذين يتكلمون بهذه اللغة حوالي 2 مليون في العالم، ولكن مع انتهت فشلة. لا بد أن تبقى من طبيعة الإنسان اختلاف اللغة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شعوب وقبائل، لما نقول شعوب وقبائل يعني مجتمعات، المجتمع له أعراف وتقاليد وعادات يختلف فيها عن المجتمعات الأخرى، فهذا جانب من جوانب الحضارة يقره الإسلام، العادات التي لا تصطدم بالنظام، التقاليد، الأعراف، هذه أيضا تقر.
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني مجتمعا واحدا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. عنده طبيعة الإنسان. إحنا المسلمين الآن نختلف في مجتمعاتنا، صح عباداتنا واحدة، معاملاتنا إذا التزمنا بها من الناحية الشرعية هي واحدة، النظام إذا كان كنا نعيش في ظل دول إسلامية نظام واحد، لكن العادات والتقاليد والأعراف مختلفة. أنت الآن تلبس غطرة وعقال، وذاك اللي في إيران يلبس طبنطور، مسلم في تركيا يلبس الربطة، ذاك اللي في إيران ما يلبس الربطة، وهكذا. شوف أعراف وعادات تقاليد، طبيعة البشر هكذا. فإذا هذا الجانب الحضاري يقر الإسلام، لا يريد أن يفرض حضارة واحدة، يفرض نظام واحد وهو جزء من الحضارة، هذا صحيح، لكن تبقى الأجزاء الأخرى من الحضارة التي لا تصطدم بالإسلام موجودة. التعدد الحضاري كيف الآن كيف يكون موجود، وكيف كان موقف الإسلام من معالجته؟ الاشتراك بالإيمان بالخالق، يعني كثير الآن أو الحضارات التاريخية حتى الآن حتى الوثنية تؤمن بالله، لكن أين يأتي الاختلاف؟ يأتي الاختلاف في تدبير الكون، هل يكون من قبل الله وحده أو يكون من قبل الله وآخرين يشاركونه في ذلك، أو أن الله خلق الخلق وترك الكون يدبر من قبل غيره. اختلاف. شوف الجاهلية الآن الوثنية، القرآن يحكي عنه، إذا أردنا أن نفهم المجتمع الجاهلي لا نستطيع أن نفهم المجتمع إلا من خلال القرآن. يعني هذا الشعر الجاهلي الذي يقولون الشعر ديوان العرب لا يصور لنا المجتمع الجاهلي بمختلف أنماطه الحضارية. القرآن الوحيد هو الذي يصور، يعني إذا أردنا أن ندرس المجتمع الجاهلي نرجع إلى القرآن. القرآن يقول ولئن سألتهم والوثنيين من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ويؤمنون بأن الله خلق، لكن يجعلون هذه الأوثان وسائط بينهم وبين الله. الفلسفة اليونانية وهي من أقدم الفلسفات أيضا تؤمن بالله، لكن تقول التدبير، تدبير الكون ليس من الله، استغفر الله، وإنما يرجع إلى الأسباب المادية الموجودة في هذا الكون. الفلسفة الرومانية أيضا فلسفات معروفة هذه كذلك تؤمن الله، ولذا عندهم هذا الشعار يطلقه دائما، ما لله لله وما لقيصر لقيصر، فما لله يعني هو يؤمن بالله، ولذا يقول ما لله هو الله وما لقيصر يعني أن الله خلق الكون، لكن تدبيره بيد قيصر هذا الإمبراطور الذي كان يتحكم من آخره الدكتاتور. الفلسفة العلمانية الحديثة الآن، هذه الفلسفات الحديثة الموجودة الآن تؤمن، إلا القليل طبعا، تؤمن بوجود الله، تؤمن أيضا بالأديان، لكن تؤمن بالجانب العبادي من الدين، أما الجانب الآخر تركه للعلم والإنسان، الإنسان هو الذي يضع النظام، هو الذي يضع الدستور، هو الذي يضع القانون. رأي الإسلام الآن بالنسبة إلى هذه الحضارات المتعددة يدخل مع هذه الآراء، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. الخلق والتدبير لله. طبعا هذا يرتبط بالعقيدة، لما يرتبط بالعقيدة الإسلام لا يقر الحضارات الأخرى على هذه العقيدة، أو على الأقل على أن لا تجاهر بهذه العقيدة. آية أخرى، ألا له الخلق والأمر،
الخلق لله والأمر تدبير أيضا لله. مركز الإنسان الآن في هذه الحضارات، عرفنا موقفها من الله سبحانه وتعالى. من الإنسان ما هو؟ الحضارة الهندية من أهم الحضارات، حضارة من أقدم الحضارات أيضا. هناك الحضارة الهندية أقدم من الحضارة الفرعونية، وحضارة وادي الرافدين، أو أن حضارة وادي الرافدين أقدم، أو أن الحضارة الفرعونية كما يقول المصريون هي أقدم. على أي حال، الحضارة الهندية من أقدم الحضارات في العالم. الفلسفات يسموها الغنوصية، اللي هي تجمع لأفكار مختلفة، فد لملمة للأفكار المختلفة ويجي إنسان يؤمن بها. الصوفية تدخل ضمن الحضارة الهندية، لأن التصوف جاء من الهند ودخل إلى الحضارة الإسلامية، وضمن الفلسفات الغنوصية أيضا. تهمش الإنسان تماما الحياة، الإنسان مجبر في تصرفاته وفي سلوكه، ليس له حرية إرادة، وإذا أراد أن يخلص نفسه ليس له إلا أن يفنى في المطلق، يعني يفني ذاته في الله. شوف الصوفية الآن ينتقلون من مرتبة إلى مرتبة، آخر مرتبة الفناء في الله، يبقى منعزل عن الحياة، يعني لا يحاول أن يطور أن يجدد في هذه الحياة. الحضارة الغربية من اليونانية إلى الحضارة الحديثة، هذه تؤله الإنسان. تقول الله، يعني التي تؤمن بالله، تقول الله خلق الخلق، خلص أدى وظيفته ومهمته، وجاء دور الإنسان. الإنسان هو الذي يدبر هذا الكون. القرآن سبحان الله، القرآن يشير إلى هذا التأليه للإنسان، والإيمان بقدرة الإنسان على أن يتصرف بالكون كما يشاء، وبعد هذا يحبط كل هذا الإيمان. يقول: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ظن أهلها أنهم قادرون عليها. الآن ما يقول لك الأرض هيمن عليها، صعدوا للقمر، بعدين راح يبنون فنادق، وراح يصير رحلات سياحية للقمر، فتشون الآن محاولة المريخ وإلى آخره. طبعا هذا دليل على أنه مؤمن بأنه هو مقتدر على كل شيء، ويستطيع أن يتصرف بهذا الكون كما يشاء تماما. وآخر شيء الآن هذا الكمبيوتر لف التسمية الجديدة أطلقها على إيران، المهم أنه كمبيوتر يفكر، كمبيوتر يخزن، هذا موجود بكثرة الآن، معلومات تخزنها وتبرمجها بشكل خاص لاسترجاع المعلومات، يرجع لك المعلومات. الآن كمبيوتر يفكر، طبعا هذا ما يصل إلى هالمرحلة، الإنسان يخترع كمبيوتر يفكر، يعني آلة حديدية تفكر كما يفكر الإنسان وتعطيك نتائج وإلى آخره. هذا يصور نفسه خلاص اقتدر على كل شيء. وظن أهلها أنهم قادرون، أتاها أمرنا، يقول مثلا الله يمهل، اعطيكم احنا مجالا، خلاص خلاص، اؤمنوا 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 الى ان تصوروا انفسهم، خلاص بعد هيمنه وتمام الهيمنه. اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون. الحضاره الاسلاميه، طبعا الاخوه هنا يقول وقت انت ويرجو المعذرة، كان يسترجو المعذرة بعد خلاص. يضع الحضارة الإسلامية، تضع الإنسان بين التهميش والتأليه.
كيف الإنسان خليفة الله في الأرض. ومعنى خليفة وكيل، الوكيل لا يحق له التصرف إلا في حدود بند التوكيل، حدود وثيقة التوكيل، حدود عقد التوكيل. فالإنسان يتصرف لكن في حدود ما خوله الله من تصرف، أكثر من هذا لا يجوز له أن يتصرف. فيضع الإنسان وسط يعني بين التهميش وبين التأليه. ننتهي طبعا أترك البقية لأنه الأخوة يقولون انتهى الوقت المحدد. ننتهي إلى النتيجة أن الحضارة الآن الغربية تؤمن بآحادية الحضارة، يعني يريدون أن الحضارة الغربية هي التي تهيمن على العالم كله وتصفي كل الحضارات الأخرى، والنظام العالمي ينبثق من الحضارة الغربية. ولاحظ الآن أنت المواقف اللي تشوفها أمام كل الأشياء التي تحدث، بينما الحضارة الإسلامية تؤمن بالحضارات الأخرى وتعطي المجال للحضارات الأخرى، لكن في الحدود التي لا تصدم مع النظام الإسلامي، مع العقيدة الإسلامية والنظام الإسلامي. والموضوع طبعا أوسع من هذا، وأكتفي امتثالا لأمر الأخوة، والحمد لله رب العالمين. لقد تفضل فضيلة الشيخ الدكتور حفظه الله وساق أمثلة من تعدد السبل والدعوة العالمية إلى النظام الواحد والتعريف بالحضارات بما فيها الحضارة الإسلامية، ثم التفاته إلى نظرية البقاء للأصلح وانعكاسها على صراع الحضارات واستعراض لآراء الغربيين في الصراع المصيري مع الحضارة الإسلامية والخوف من سيادتها وغيرها من النماذج والأمثلة التي ساقها وسلط عليها الضوء، ثم ساق النتيجة التي انتهت إليها الأبحاث أن الإسلام لا يزال يحمل عنصر التحدي وهو يؤمن بتعدد الحضارات مع ظهوره على الدين كله. وقبل البدء في سرد الأسئلة والإجابة عليها لدينا بعض التنبيهات نذكر منها: أولاً، التسجيل في الدورات الثقافية وهي الدورة الفقهية والدورة العقائدية ودورة التجويد. شروط التسجيل مبينة في الإعلان الملصق في مدخل الحسينية. نذكر كذلك بمحاضرة الليلة القادمة بعنوان اليأس لسماحة الشيخ حسن النمر. كذلك نرحب بملاحظات واقتراحات الإخوة الأعزاء حول البرنامج. والآن إلى الأسئلة. سؤال يقول: يعيش أفراد مجتمعاتنا صراعات فيما بينها تاركة وراءها ما يحيكه الأعداء لها، فهل من توجيه عملي يأخذ بأيدي الجميع إلى قوة حضارية رائدة؟ لا، موضوع يرتبط بالوعي. يعني المسلمون متى ما وعوا أهمية وجودهم في العالم وأهمية حضارتهم من بين الحضارات الأخرى يبتعدون عن هذه القضايا التي تسبب التخلف لهم والتأخر، وتفتح المجال أمام الحضارات الأخرى أو أبناء الحضارات الأخرى للاختراق.
فإحنا الآن ينبغي أن نعي، أنت الآن المسلمون الآن غير المسلمين قبل 50 سنة على الأقل. المسلمون الآن أصبح ينظرهم نظرة خاصة ويحسب لهم الحساب الخاص، لأنهم استطاعوا أن يثبتوا وجودهم من ناحية ثقافية ومن ناحية فكرية بشكل عام. والمحاولات جادة الآن يعني في الدول الإسلامية أو في البلاد الإسلامية للتحول إلى مجتمعات صناعية تملك الاقتصاد الضخم، والاقتصاد له دوره في الهيمنة على العالم. فالذي أرجو يعني إخوان أنه ما في داعي إحنا في مجتمعاتنا يكون بين لون يعني من التفرقة لقضايا لا تستحق أن نعطيها السبيل لأن تفرق بيننا، وهي في واقعها قد تجمع فيما بيننا حتى نغلق الباب أمام اختراقات الآخرين. أنت تخترق هذا الشيء، لكن أن يأتي الآخر ويخترق وأنت ضعيف تتعب، هذا شيء معلوم. سؤال آخر يقول: ألم يكن للنهضة الإسلامية دور في إسقاط الشيوعية عامة والاتحاد السوفيتي خاصة؟ وما هو دور رسالة الإمام الراحل إلى الزعيم السوفيتي السابق غورباتشوف لمستقبل الإسلام في الاتحاد السوفيتي السابق؟ دور المسلمين كان دور فكري. المسلمين أو المسلمون قاموا بإسهام كبير من جانب فكري بإسقاط الشيوعية. وإذا حاولنا أن نقارن بين الردود التي أو النقود التي كتبت حول الشيوعية سواء كانت من غربيين أو مسلمين، كان جون ديوي العالم التربوي الأمريكي من الأعلام الذين نقدوا الشيوعية، دكتور نور جعفر أستاذ في جامعة بغداد أيضا من الأعلام الذين نقدوا الشيوعية، عباس محمود العقاد وإن كان كتابه في الواقع فيه جوانب تؤخذ عليه لكنه أيضا كأمثلة مئات الكتب ألفت ومئات الأبحاث كتبت، لكن الذي استطاع أن يعري الشيوعية تعرية كاملة هو السيد الصدر قدس سره من خلال كتابه فلسفتنا، كتاب ما صدر وانتشر في العالم وبعد هذا أيضا ترجم إلى أكثر من لغة، كشف أن المسلمين وبخاصة علماء أتباع أهل البيت مثال السيد الصدر هم الذين استطاعوا أن ينقدوا الشيوعية النقد الذي عرّاها وأثبت أنها غير صالحة لأن تسعد البشرية. طبعا كارل ماركس كان في كتابه رأس المال ترجم من المجلدات للغة العربية كان يمني الناس بإنزال جنة المتقين، لكن النتيجة اللي نشوفها الآن الفقر الذي كشف الطبقية الفظيعة الموجودة، تكدس الأموال عند فئة معينة والأكثرية طبقة مسحوقة تماما. موقف كذلك الإمام السيد الخميني قدس سره كما يشير الأخ هنا أيضا كان له دور من خلال محاضراته وأحاديثه،
كثيرا كان ما كان يهاجم الشيوعية والرأسمالية، كان عند محاضرات تلقى يوم الخميس والجمعة عادة غير الدرس الاعتيادي الذي يلقيه على الطلبة. أيضا كان يهاجم فيه الشيوعية، وكون حول كوكبة من العلماء الذين يحملون فكره في نقد الشيوعية، وآخر شيء الكتاب الذي وجهه إلى الاتحاد السوفيتي وتنبه فيه بسقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء الشيوعية، وحصل هذا الذي حصل. فالمسلمون كان لهم دور كبير في الجانب الفكري، يعني أكثر من الغربيين وأكثر من أي جماعة أخرى. في الجانب العسكري صح، الجانب العسكري كان الدور للغربيين أكثر. جانب التجسس والمخابرات طبعا المسلمين ما لهم دور هنا، المسلمين مساكين من الناحية. الغربيين هم اللي لعبوا الدور كبير في هذا المجال، يعني المسلمين صفر من الجانب، لكن الغربيين مو 100% مليون بالمية لعبوا الدور هذا وأسقطوا الشيوعية. سؤال سماحة الشيخ، قلتم أن الإسلام يؤمن بتعدد الحضارات، والدليل على ذلك أن الإسلام لم يفرض لغة واحدة، لكننا نرى أن الإسلام أراد فرض اللغة العربية عن طريق القرآن الكريم، حيث لا تصح بعض العبادات إلا عن طريق قراءة اللغة العربية كما في الصلاة وعقود النكاح وغيرها، فما هو في نظركم تفسير ذلك؟ وأيضا نجد أن الإسلام يمكن أن يلغي حضارات بعض الشعوب التي دخلت في الإسلام، حيث أن التبرج والغناء وغيرها كانت جزء من حضارات هذه الشعوب، ولكن الإسلام يحاربها بشدة، أفليس هذا إلغاء للحضارة؟ نرجو التكرم بإلقاء الضوء على هذا الموضوع. الجانب الثاني وهو جانب التبرج والمجالس له هذا، أنا قلت أن ما موجود في الحضارات الأخرى ويصطدم مع الحضارة الإسلامية يلغيه الإسلام ولا يؤمن به، وكررت هذا أكثر من مرة. أما اللغة العربية طبعا الإسلام يعمل، أقول لا، الإسلام يعمل على تعميم اللغة العربية على العالم، لكن هذا لا يتحقق. القرآن يشير إلى هذا. كون المسلم ملزم بأن يصلي باللغة العربية يعقد على الرأي المشهور عند فقهاء المسلمين، وإن كان بعضهم يذهب كبعض الأحناف وحتى بعض علماء يذهب إلى أن العقد يجوز بغير العربية، لكن المشهور شهرة كبيرة أن العقد عقود النكاح لا تكون إلا باللغة العربية، وهكذا بعض الإيقاعات لا تكون إلا باللغة العربية. هذا لا يعني انتشار اللغة العربية، هذا يعني أن القرآن أبقى اللغات الأخرى. لو كان يريد انتشار اللغة العربية لكان يقول كل ما يقوم به الإنسان المسلم يجب أن يكون باللغة العربية، وهذا لم يفرضه الإسلام. السؤال الأخير يقول: لقد ذكرتم بأن العالم الغربي دعا إلى حل مشاكله والتفرغ للقضاء والتوجه للعالم الإسلامي أو الحرب ضد الإسلام، إذا ما هو دور العالم الإسلامي في وقف هذه الأفكار الغربية؟ العالم الإسلامي الآن حقيقة يتحرك، يعني قد أنتم هنا ما عندكم اطلاع على هذا. العالم الإسلامي يتحرك كمفكرين وكسياسيين وكعلماء، الشعور ب الحضور العالمي للإسلام والمسلمين والوجود العالمي للإسلام والمسلمين موجود عند المسلمين ويعملون لهذا. أعطي مثال بسيط الآن، وإحنا نعيش الآن الحجاب في فرنسا، والآن حتى سرى إلى ألمانيا، مشاكل قامت في ألمانيا وصار ربما قتل حول الحجاب. كل المسلمين الآن، يعني الإعلام الإسلامي بشكل عام تناول هذه القضية، وألقيت محاضرات وكتب عن الموضوع، ووفود قابلت
المسؤولين في فرنسا وفي ألمانيا وفي الدول الأخرى حول موضوع حجاب الطالبات في المدارس وفي الجامعات. المسلمين عندهم إحساس بموقف الغربيين هذا، وأيضا يعملون، لم يتوقفوا عن العمل في هذا المجال، لكن العمل يختلف طبعا من حكومة إلى حكومة ومن شعب إلى شعب، يختلف حسب الإمكانات وحسب الظروف. قدر من الأسئلة إجابة على الأسئلة الإخوة، شاكرين لفضيلة الدكتور تكرمه بإلقاء المحاضرة والإجابة على أسئلتكم، ونعتذر عن الإجابة على باقي الأسئلة نظرا لضيق الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.